أصدقائي بريب تو تاني إعدادي، هناخد ليسون وان في يونت تو نون نيجاتيف أند نيجاتيف إنتجر باور. هو عبارة عن اليونت تو عبارة عن فور ليسونز. الفور ليسونز يعتبر مراجعة على اللي احنا خدناه في بريب وان، يعني ما فيهاش أي حاجة جديدة، يعتبر مراجعة على اللي احنا خدناه قبل كده. هنبتدي first for non negative integral power. هو مقسمها هنا في كتاب في المنهج non negative integral power، وهم بيتكلم بقى عن negative integral power، مع ان نفس الرولز بتطبق في non negative بتطبق في negative، بس هو مقسمها كده. وبعد كده اخر درس عامل operation integral sports. هنبتدي درس الدرس. فريست هناخد نون نيجاتيف انتجر باورز، بس نفس القوانين بنطبقها في النيجاتيف انتجر باورز. احنا قلنا ان الباورز عبارة عن ريبيتد مالتيبليكيشنز، احنا عارفينه قبل كده. فور اكزامبل 1 اوفر 2 اور 2 باور 4 ايكوال 1 اوفر 2 4 تايمز. 1 over 2 1 over 2 1 over 2 over 1 times 1 over 2 يبقى حاصل ضرب 1 over 2 أربع مرات. الأربع مرات يمثلوا الباور، يعني الباور ده repeated multiplication، عملية ضرب تكراري. في النون نيجاتيف انتجر باور والنيجاتيف برضو انتجر باور، سواء الأس سالب أو موجب، لو A تنتمي belongs to layer number و N للانتجر number، A أس N A to power N A exponent N equal A times A times A times A times A to repeated as vector n times، مكررة n مرات. هناخد example square root of 2 times 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 square root of 2 1 2 3 4 5 يبقى square root of 2 or 2 power 5 repeated multiplications. Square root of 2 of square root of 2 equal to square root of 2 square root of 2 equal to يبقى 4 4 times square root of 2 square root of 2 times square root of 2 times square root of 2 square root of 2 بس كله minus، هيبقى minus square root of 2 to power 4. طالما ال power even minus for minus plus بلس في ماينس 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 في ماينس بلس هيبقى كله موجب بوستيف. طالما الباور ايفن هيبقى الماينس بوستيف. نيجاتيف سكوير روت 5 تايمز نيجاتيف سكوير روت 5 تايمز نيجاتيف سكوير روت 5 3 تايمز يبقى سكوير روت 5 تو باور 3 أو كيوب سكوير روت أوف 5. طالما أوت هيبقى هنا ماينس، ليه ماينس في ماينس بلس بلس في ماينس ماينس. تمام، كل يونت 2 ده عبارة عن مراجعة لبليب 1، يثبت لك نقط معينة عشان المستقبل يعني في استعدادي والثانوي. تمام، if A belongs to layer number يبقى A أس 0 A to power 0 equal 1 أي حاجة to power 0 equal 1. تمام، A to power 0 equal 1 B to power 0 equal 1 3 to power 0 equal 1 أي حاجة to power 0 equal 1.
لو عندنا A belongs to real number و N belongs to Z integer، A أس ناقص أس ماينس نيجاتيف N equal 1 over N. يعني لو هي في النوميريتور حط واحد على وحطها في الدينومينيتور، لو هي في النوميريتور بوستف حط واحد وحطها في الدينومينيتور. تمام. على سبيل المثال سكوير روت اوف 3 اول تو باور ماينس 4، هي كده في النوميريتور حطها 1 حطها في الدينومينيتور. تمام. السكوير روت اوف 3 تو باور 4 ايكوال 9، السكوير روت اوف 3 في السكوير روت اوف 3 ايكوال 3 في السكوير روت اوف 3 ايكوال 3 سكوير روت اوف 3 في السكوير روت اوف 3 ايكوال 3 تايمز 3 يبقى ايكوال 9. ممكن تعملها بالكالكوليتر. لو هي نيجاتيف ان الدينومينيتور حطها فوق بوزيتيف نوميريتور، يبقى اي اس ماينس ان ايكوال 1 اوفر اي اس ان. دايما السؤال دي مهمه. هناخد بعض الريماركس ونأكد عليها تاني. A to power 0 equal 1، square root of 5 to power 0 equal 1، minus 2 square root of 3 to power 0 equal 1. أي حاجة to power 0 equal 1، minus A to power n تساوي A أس n لو هي even number، minus A to power n تساوي minus A to power n لو هي odd numbers. على سبيل المثال minus 4 to power 2 equal 16، الناقص هتروح. ليه الناقص هتروح؟ لأن أصلها ناقص الباور ريبيت مالتيبليكيشن، minus 4 times minus 4، minus for minus و plus، و 4 for 4 و 16. minus 3 to power odd number هيبقى minus، هنا يبقى 64. هي جاية ازاي؟ minus 4 for minus 4 ب plus 16 times minus 4 plus for minus هيديك minus، يبقى 16 times 4 equal 64 بالminus. ودي مهمة برضو، A over B to power minus n هتحط الدينومينيتورز مكان النوميريتور وتقول ان هي to power n والn هي تبقى بوزيتيف. يعني هتحط النوميريتور هتحطه في الدينومينيتور وتخلي الباور بوزيتيف. دي مهمة اوي. سري ده بنسميه البيز والn بنسميه الباور. سري ده بنسميه البيز والn ده والتو ده بنسميه الباور. على سبيل المثال هنا n ده بنسميه البيز والتو ده بنسميه الباور. السري هنا بنسميها البيز والفايف ده بنسميها الباور. عموما لو البيز بتساوي البيز، يعني التلاتة هي بتساوي التلاتة، هيبقى n بتساوي 2، يبقى الباور بيساوي الباور. طيب العكس بقى، لو الباور بيساوي الباور، لو الباور بيساوي الباور زي دي كده و5 ده اود، يبقى ان بتساوي 3. طيب لو الباور لو زي حاجه زي كده 2 بتساوي 2، يعني الباور بيساوي الباور، بس الباور ده ايفن، يبقى ان بتساوي زائد او ناقص 3. ليه زائد او ناقص 3؟ لان هي اصلا ممكن تبقى ماينس 3 في ماينس 3 ب 9 او 3 في 3 ب 9، انما هنا هي اصلا ماينس، يبقى ماينس 3 في ماينس 3 في ماينس 3 هتبقى ماينس 27، نيجاتيف 27. ماشي. ف
5 example 5 x to the power 5 equal 1 over 62 1 over 62 اللي هي 1 over 2 all to power 5 الباور بتساوي الباور 5 بتساوي 5 هيبقى البيس x equal بيس 1 over 2 يبقى x equal 1 over 2 باور بتساوي الباور يبقى البيس equal يبقى x equal 1 over 2 example find each in the simplest form each of the following the square root of 5 to power 3 احنا قلنا ان الباور repeated multiplication يبقى the square root of 5 times the square root of 5 تلات مرات 1 2 3 the square root of 5 times the square root of 5 equal 5 يبقى 5 times the square root of 5 5 times the square root of 5 the square root of 3 to power minus 2 احنا قلنا ان هي في النوميريتور هنحطها 1 اوفر ونحطها في الدينومينيتور والباور بوزيتيف سكوير روت اوف 3 تايمز سكوير روت اوف 3 ايكوال 3 1 اوفر 3 ماينس دي نفس الحكايه ان نعمل الدينومينيتور هنحطها في النوميريتور ونقلب الباور دي بوزيتيف هيبقى 5 to power 2 25 و 2 to power 2 4 يعني قلبنا مادام هنا ماينس قلبنا خلينا البسط مقام والمقام بسط خلينا النوميريتور مكان الدينومينيتور المسألة اللي بعد كده 0.5 to power minus 0.41 to power minus 2 يبقى 1 over 10 to power minus 2 دي minus هنخلي النومينيتور هو الدينومينيتور يبقى نحط 10 فوق وواحد تحت ونخليها دي بوزيتيف يبقى 10 to power 2 equal 100 هنا 1 over minus square root of 2 to power minus 3 انا هتقلبها هنطلعها فوق وهتبقى بالبوزيتيف يبقى ماينس سكوير روت اوف 2 تو باور 3 ايكوال ماينس 2 تو سكوير روت اوف 2